جديد، صباح الخير للكل. المغترب هو أردني ابتعد عن أرضه ربما يعني لأسباب كثيرة، ولكن قلبه يبقى في البلد ومع أهل البلد ومع الوطن ومع كل ذرة تراب في هذا الوطن. المغتربين كثر، ومنهم من قضى وقتا طويلا من حياته خارج المملكة الأردنية الهاشمية، بس بتضل قلوبهم ومنحس هذا الشيء، يعني منحس لما يرجعوا، منحس لما يودعوا، منحسهم بالمطارات، منحسهم لما يحملوا شناتيهم ويرجعوا على بلاد الغربة، قديهم فعلا عندهم محبة حقيقية وعندهم شوق دائما للعودة إلى الوطن. بكل أحوال الأردني أينما كان يرفع علم بلاده عاليا بكل بلدان العالم. عشان هيك اليوم رح نحكي عن ملتقى كتير عم بيساهم بأنه أولا يعني يتواصل مع المغتربين الأردنيين في كل مكان، وأنه يضلوا أيضا نتواصل مع أرض الوطن بشكل مستمر ومع مؤسساته. ملتقى النشامة للجاليات الأردنية اليوم بصرنا أن يكون معانا منهم الأستاذ المهندس أيمن الرفاعي، وهو رئيس ملتقى النشامة للجاليات الأردنية في العالم. أهلا وسهلا فيك مهندس أيمن. والأستاذ أحمد العثامنة، وهو رئيس الملتقى في الإمارات العربية المتحدة، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، حياك مهندس أيمن. هالملتقى أكيد كان له هدف في البداية أنه يجمع هالأردنيين اللي برا، وعملية التواصل تضلها مستمرة. أنا بحب منك أنه للي ما بيعرفوا، لهالمغتربين اللي عم بيشوفونا اليوم، شو ممكن تحكي لهم عن ملتقى النشامة للجاليات الأردنية؟ في البداية صباح الخير لكل مستمعي هذا البرنامج الجميل ولمشاهدي التلفزيون الأردني الحبيب. طبعا ملتقى النشامة هو في البداية هو ملتقى اجتماعي ثقافي ترفيهي لأبناء الجالية الأردنية حول العالم. نعم. تأسس بال2009، يعني عمر الملتقى 7 سنوات. من أهم أهدافه التعارف والتواصل بين أبناء الجالية الأردنية حول العالم. أوكي. وهذا بفضل الله تعالى استطعنا إنجاز الكثير منه. نعم. الآن أبناء الجالية الأردنية في السعودية يعرفون أبناء الجالية الأردنية من خلال الملتقى في الإمارات، في أمريكا، في أستراليا، في كندا، في الصين، في كوريا، في أوروبا. هذا شيء جميل. مواقع التواصل الاجتماعي كمان قربتهم أكثر. مواقع من خلال صفحتكم أنتم تحديدا، يعني احنا عندنا 25 صفحة للتواصل الاجتماعي. احنا موجودين في 14 بلد حول العالم، وكل بلد له صفحته، إضافة إلى الجروبات الخاصة في الملتقى. حلو، برافو. الجروبات جروبات تفاعلية، يعني للجنة الإنسانية والطوارئ، للوظائف، في جروبات كثير تفاعلية. أنا عجبني كثير، رح نحكي طبعا عن تواصلكم مع الوطن ومؤسسات الوطن، بس عجبني كثير فكرة الـ يعني خلينا نقول الطوارئ، وقصة انه يعني من هو بحاجة الى انه يعني يحصل على اي خدمة طارئة بيقدر كمان يتواصل مع الملتقى. استاذ احمد، شو ممكن تحكي عن هذا الجانب تحديدا؟ والله احنا جانب الإغاثة، جانب انه يعني ما يحسش حال المغترب برا البلد لحاله. انا بعرف السفارة بتقوم، سفاراتنا بتقوم بهذا الدور بشكل كويس، ولكن كمان لا بأس انه يكون في ناس بحسهم يعني بيشبهوا بهالبلد اللي هو متغرب فيه. والله احنا في عنا لجنة في السعودية ماسكينها تقريبا من حدود الإمارات لحتى حدود السعودية. تمام. هاي اللجنة مختصة في الحوادث اللي بتصير من خلال الجاليات الأردنية على الطريق. تمام. وهاي اللجنة مؤلفة طبعا من مجموعة كبيرة. أوكي. وبتقوم على مساعدة الجالية سواء بحادث او سواء بمساعدات او باي مشكله بيصير معهم. وطبعا في عندنا احنا التواصل الاجتماعي، ايفوني على التلفون، من خلالها بقدر انه يكبس على التلفون. يعني في حتى تطبيق على التلفون. طبعا في تطبيق، والتطبيق هذا بس انه يتصل، احنا بنحدد مكانه عن طريق الاقمار الصناعيه وين موجود، واقرب ناس له بيكونوا عنده في اسرع وقت. رائع جدا. يعني شو اسمه هذا التطبيق مهندس ايمن؟ طبعا هو كما ذكر اخي احمد. نعم. هي لجنه الانسانيه والطوارئ. تهتم بكل طارئ يهم يتعرض له المغترب الأردني من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عودتهم إلى أرض الوطن. ومن خلال عودتهم إلى بلدان عملهم. وهذا التطبيق اسمه طوارئ ملتقى النشامة. ممتاز جدا. طوارئ. أي مواطن أردني في أي مكان بالعالم يتعرض لأي طارئ مهما كان نوع هذا الطارئ، يستطيع من خلال جواله الذكي أن ينزل هذا التطبيق ويتعامل معه، بس بيذكر اسمه ورقم جواله وبيعمل إرسال، بيحدد التطبيق أصلا موقعه، يوصل إلى بيرسل 3 رسائل فورا بنفس اللحظة. هذا التطبيق يعني على 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 الايفون او نظام الاندرويد او نظام الابل، يعني اوكي الاي او اس.
فبرسل ثلاث رسائل فورا. الرسالة الأولى توصل إلي كرئيس ملتقى، الرسالة الثانية توصل لرئيس لجنة الإنسانية والطوارئ أخونا هيثم الخطاب، وبعدين لأقرب حدا من ال، وبعدين لأقرب شخص إلى الملتقى للطوارئ هاي للحالة الطارئة. صحيح. بدي نحكي عن الجالية الأردنية في الإمارات العربية المتحدة. يعني لما كنا برفقتكم هناك وشفنا هالاحتفالات الوطنية، شفنا قديش الجالية هناك يعني في الإمارات متعطشة للوطن بكل تفاصيل الوطن، يعني من أغنية، من أكل شعبي تراثي، من ناس جايين من الوطن، يعني الكل هيك عنده شوق لكل تفاصيل. وكان حقيقة هذا احتفال رائع يسجل لكم يعني كملتقى، من الشخصيات اللي حضرت، من التنظيم اللي صار. ما هي أهم النشاطات اللي بتشتغل عليها في الإمارات العربية المتحدة من خلال مظلة الملتقى؟ إحنا طبعاً مشارك حتى يعني حتى نفس الإمارات مشاركهم احتفالاتهم. مظبوط. حتى في احتفالاتهم الوطنية والاحتفالات الأردنية طبعاً دائماً إحنا بنشارك فيها. آخر احتفال عملناه أنت كنت موجودة طبعاً. نعم. شرفتونا وجودكم والتلفزيون الأردني طبعاً شرفنا بوجوده. وكان الاحتفال تحت رعاية حاكم عجمان، وهي لأول مرة على يعني أول مرة حاكم بحضر للجاليات الأردنية وحتى الجاليات الأخرى. وطبعا كان احتفال كثير كبير ورائع، وكان عدد كبير، يعني ما كناش نتوقع العدد اللي حضر، يعني حضرها بجوز أكثر من 2000 شخص. تظاهرة وطنية حلوة كانت طبعا كتير. وكانت طبعا التلفزيون الأردني والإعلاميين والفنانين الأردنيين، وكان طبعا تحت رعاية رئيس مجلس النواب. صحيح. في ذلك الوقت. في ذلك الوقت. مهندس عاطف طرق. وإحنا دائما حتى يعني احتفالات الإمارات الوطنية، يعني آخر مرة عملنا احتفال بالعيد الوطني الإماراتي. اتفاجئوا ان احنا عملنا لهم احتفال، يعني طبعا. اول مره جاليه بتعمل احتفال. وهذا التناغم يعني انتم كمان ببلدهم، هم عم انتم موجودين عندهم، وحلو يعني حلو هذا التواصل مع خلينا نقول المسؤولين في الدول الموجود فيها المغتربين، حتى يضل في وضع مناسب للمواطن الاردني المغترب بالبلد اللي هو موجود فيه. اكيد. يعني حتى الحفله اللي عملنا لهم اياها بعيد الاتحاد الوطني، العيد الوطني الاماراتي، كنا احنا بدنا نكرمهم، تفاجأنا انه هم كرمونا. مشاعر طيبة. يعني كانوا مبسوطين كثير من الفكرة. حقيقة سمعة المغترب الأردني رائعة في كل مكان، بجوز المهندس أيمن بيعرف يعني كونك متواصل مع الكثير من المغتربين في دول العالم. لهذه الدرجة احنا الحمد لله بنفتخر بأنفسنا في بلاد الاغتراب. على مستوى الوطن داخل الوطن انتم جايين بإجازات خاصة لكم، ولكن تستثمروها دائما بأنه تتواصلوا مع مؤسسات لخدمة المغتربين الأردنيين ولخدمة المؤسسات الوطنية. معلش بدي أركز على موضوع مركز الحسين للسرطان وعلى تكية أم علي، كونه هذا عمل خيري إنساني، ياريت لو تحكي لنا عنه فضلك. نحن في الملتقى منذ أكثر من 4 سنوات في 4 مؤسسات وطنية أردنية تعمل بجد لخدمة البلد وأبناء البلد. نعم. اللي هي مؤسسة الضمان الاجتماعي. رائع. ولنا لقاء يوم الأحد القادم مع عطوفة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومركزهم الإعلامي من أنشط المراكز الإعلامية في المؤسسات الوطنية. نعم. مركز الحسين للسرطان وقعنا 3 اتفاقيات الأسبوع الماضي للمركز، اتفاقية اشتراك لأعضاء ملتقى النشامة في كل دول العالم، اتفاقية ثانية اشتراك ل 201 يتيم داخل الأردن بدفعوها أعضاء الملتقى لهؤلاء الأيتام. والاتفاقية الثالثة الترويج لمركز الحسين للسرطان كصرح وطني نعتز ونفتخر فيه. فعلا هذا صرح وطني مفخرة لنا كأردنيين أينما تواجدنا. طبي إنساني على كل المستويات حقيقة. صحيح. الثالث هي تكية أم علي. تكيت أم علي عندما زرنا هذه التكية تقدم خدمات ل 18400 فقير وأرملة ومسن، فاتفقنا وإياهم على الترويج لهذه التكية على مستوى العالم، أبناء الجالية الأردنية وأماكن تواجدنا. والرابعة هي صندوق الحج، كمان مؤسسة وطنية تم الاتفاق مع صندوق الحج للتعامل مع المغتربين الأردنيين في شراء أراضي وشقق سكنية داخل الأردن وتمويلها من صندوق الحج ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للمغترب الأردني. فنفخر نحن فعلا حقيقة في هذه المؤسسات الوطنية الأردنية. والآن نحن في عندنا لجنة الوظائف في ملتقى النشامة اللي هي صارت موظفة أكثر من 1600 واحد خلال عمر الملتقى. عم نفكر احنا عم نعملها تطبيق
الآن على الجوالات الذكية اسمه وظائف ملتقى النشامة. أي مواطن أردني بحاجة لوظيفة بإمكانه يدخل على هذا التطبيق، ومصنف التطبيق وظائف طبية هندسية إلى آخرين. عم نفكر نحن عندما نفعل هذا التطبيق أن نربطه مع ديوان الخدمة المدنية. طب كتير كويس كمان هاي إن شاء الله. يعني هاي مؤسسة وطنية خامسة نتعامل معها من هذا المنطلق. لكن إحنا عندنا مفاجآت يعني لخدمة الشركات الأردنية سواء صناعية أو تجارية. أنا بدي أرجع لهاي المفاجأة نخليها بالآخر. طيب. مسك الختام. أستاذ أحمد، قديش في صار ثقة فيكم كملتقى من المغتربين، خلينا نقول على مستوى أنت اللي على الأقل تتواصل معهم في الإمارات العربية المتحدة وهي جالية كبيرة يعني لا يستهان فيها، قديش صار في ثقة فيكم؟ عم بتوجهوا لكم أكثر؟ عم بطلبوا منكم تعرفوهم أكثر على فعاليات مختلفة وعلى جاليات أخرى؟ تحكي لنا هالتفاعل بينكم وبين الجالية في الإمارات. والله إحنا في يعني في ثقة كثير بيننا وبين الجاليات الأردنية، خاصة بعد اللي شافوه من الإنجازات اللي إحنا عملناها، فعاليات والإنجازات، ومن خلال الوظائف ومن خلال المشاكل اللي بتصير معهم يوميا وإحنا بنتابعها يوميا يعني أول بأول. يعني أي مشكلة سواء صار حتى يعني حتى الحكومة الإماراتية صارت إذا صار عندهم أي مشكلة بخصوص أي مغترب أردني يلجأوا إنه ويحكوا معنا وإحنا نحاول نحل المشكلة بأسرع وقت خصوصا ممكن. المغتربين الجدد هدول نسميهم السنافر اللي أول سنة أول سنة اغتراب. طبعا بكون في عندهم مشاكل، لازم تتواصلوا معهم، بكون في عندهم مشاكل بكون مش عارفين القوانين. نحن طبعا بدنا نعطيهم غير شعورهم بالغربة يعني أولها صعبة بتكون دائما يعني بنحسسهم أنهم بين أهلهم وبين كذا لأنهم جداد لسه، سووا لهم منسف والحمد لله. والعكس يعني شوفي خلينا نحكي لك يعني الجاليات الأردنية الحمد لله بترفع الرأس يعني إحنا طبعا يعني إحنا علاقتنا الاجتماعية مع الـ مع الـ مع الإماراتيين علاقة اجتماعية وديدة جدا لله. يعني الحمد لله والحمد لله وعندهم ثقة فينا كثير وإحنا كمان برضو بنشاركهم من خلال عندهم مؤتمرات ثقافية طبية بطلبوا منا دكاترة أصلا من يعني المغترب الأردني مساهم فعال في التنمية في أي بلد راح عليه يعني الحمد فهم لله. دائما ممتنين للمغترب الأردني أو للمواطن الأردني وإحنا دائما رفع رؤوسنا كونه أردني الحمد لله. المفاجأة شو هي؟ المفاجأة يعني يعني نحن في ملتقى النشامة أول شيء عملنا تطوعي ونذرنا أنفسنا لخدمة المغترب الأردني وخدمة بلدنا. المفاجأة هي إن شاء الله الآن نعمل على إقامة الأسبوع الأردني الإماراتي، أسبوع تجاري صناعي ثقافي إعلامي إن شاء الله سيكون هذا الأسبوع. طبعا إحنا حاولنا في السعودية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأشقائنا في السعودية قدموا لنا كل الدعم ونوجه لهم التحية والشكر. يعني مهما فعلنا للشقيقة السعودية إننا نستطيع أن نكافئها فعلا هذا وللشقيقة طيبة. الإمارات ولكل أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي حتى رح نحكي عن دول أوروبا قديش في لكم برضو سفراء هنا صحيح. وهناك يعني نحن بالفترة الأخيرة بأوروبا نحن متواجدين في أكثر من تقريبا 6 بلدان إيطاليا إيرلندا رومانيا ألمانيا. السويد النمسا ألمانيا وسيكون هناك افتتاح كبير لملتقى النشامة للجالية الأردنية في ألمانيا برئاسة أخونا نجيب السموري. طبعا هذا رجل نشيط جدا وما شاء الله عليه. هم مثل ما كما ذكرتي كل أبناء الجالية الأردنية المغتربين كلهم مميزين فعلا. في الإمارات كان هناك حقيقة آخر 8 أشهر عندما استلم أخونا أبو كرم رئاسة ملتقى النشامة في الإمارات كان هناك نقلة نوعية في الإمارات مع اللجنة اللي موجودة اللي بتعمل مع أخونا أبو كرم والنتائج كانت أكثر من رائعة يعني. والاحتفال الأخير اللي حضرتوه ما بدنا نذكره لكن كان احتفالا مميزا لأول مرة بتاريخ الجالية الأردنية أن يرعى احتفال لها وحاكم إمارة عجمان المرجول وكل التحية ولرئيس الديوان إمارة عجمان. في الملتقى هناك يعني الكثير مما يعني يستطيع أن يقدمه خاصة في مجال الاستثمار ونحن نتوجه من خلال هذا البرنامج هذا إلى هيئة تشجيع الاستثمار أن تعد مشاريع استثمارية صغيرة وتعرضها على المغتربين الأردنيين وإحنا عندنا استعداد كملتقى نشامة إن نوفر لهم كل ما يحتاجون لذلك. طب شفتوهم يعني المؤسسة التشجيع الاسم ولا رح تاخذوهم حكينا أكثر من مرة سواء على مستوى الإعلام ويمكن بشهر 3 تواصل معي رئيس هيئة التشجيع الاستثمار على أساس يعملوا لقاء ونحن ما زلنا ننتظر إن شاء الله. إن شاء الله أنا بكون مثمر بركي بالأسبوع الأسبوع اللي راح تعدوه يعني في الإمارات العربية المتحدة راح يتم هذا التواصل إن شاء الله أكيد. إذا في كلمة أخيرة أستاذ أحمد كمان للجالية
أو للجاليات الأردنية في كل مكان يعني بيوجهها الملتقى من خلال التلفزيون الأردني الشاشة الوطنية اللي بتابعها كتير من المغتربين في العالم؟ من خلال برنامجك طبعاً إحنا مستعدين لأي مشكلة بيصير معهم، لأي طارئ، لأي شيء، أي شيء بدهم إياه إحنا متوصلين معهم، بس برضو من خلالك كمان، من خلال برنامجك بنوجه لهم أي مشكلة بيصير معهم سواء صغيرة أو كبيرة، يلجوا لنا لأنه إحنا قادرين على أنه نحل أي مشكلة بتصادف. نعم، وصفحات الملتقى موجودة في كل مكان على الفيسبوك. وإحنا الحمد لله كأردنيين يعني إشي برفع الراس يعني. متأكدة أنا مما لا شك فيه من أساتذة، دكاترة، مهندسين، نساء، رجال، أنا متأكدة والتاريخ يشهد يعني يعني همة الإنسان الأردني وين ما كان بنى وعمر وإله احترامه خاص يعني. شكرا جزيلا لكم الأستاذ أحمد العثامنة والمهندس أيمن فاعل، شكرا على برنامجك الحلو الرائع، الله يخليكم. شكرا لكم. وبهذه المقابلة وبتحياتنا دائما للمغتربين الأردنيين وين ما كانوا، نأتي إلى ختام لقائنا معكم في هذا الصباح. شكرا لكل اللي تابعونا، إلى اللقاء. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.